Thank you, His Excellency, for having us today uh, for this uh, uh, interview. Let's. Uh, I hope we can work together toward fruitful interviews. Okay. It's my pleasure yeah. to receive all of you yeah. at this time to follow the situation and the circumstances of Palestine. Okay. So welcome. Mm. Yes. Okay. Yeah. Okay. Thank you for having us. Uh, may I? Yeah, sure. Okay. First question, uh, we've seen an increase in violence in Palestine by the Isra Israelis. Can you elaborate what actually trigger this violence, especially uh, a couple months before in, in April and May? هذا التصعيد وهذا السلوك الإسرائيلي الذي اعتدنا عليه وربما اعتاد عليه العالم أجمع. ولذا أقول هذا ليس جديدا علينا. هذه سياسه اسرائيل التي تريد خلق اجواء دائما نحو الاستهتار في المجتمع الدولي ومتطلباته واضف الى ذلك انهم اعتادوا على ايجاد ازمات مستمره من اجل ابقاء التصعيد قائما ان كان في القدس أو في الحرم القدسي أو في ارجاء عموم فلسطين أو في المنطقة المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط، هذه سياستهم ليست غريبة علينا هم هكذا وهم كذلك يريدون دائما إيجاد الأزمات وخلق الأزمات uh, In uh, Israeli side of story, Uh, they said that uh, this recent wave of violence are caused by the attack from palestine uh, including the, the the shooting in the tel aviv uh, on 7 april uh, what do you think about that uh, of course كما قلت يعني اسرائيل دائما تخلق الذرائع وتبحث عن مبررات هنا وهناك لكنها بالتاكيد تضلل المجتمع الدولي قاطبه ونحن على يقين ان ما تقوله اسرائيل هو ليس فقط كذبا وانما تضليل لكم وللاعلام وفي كل مكان شاهدوا مؤخرا ماذا حصل في استشهاد المناضله شيرين ابو عاقله الاعلاميه الصحفيه البارزه في قناه الجزيره وكيف قام جنود الاحتلال باطلاق النار عليها مباشره مما ادى الى استشهادها هم يرفضون التحقيق ويرفضون المطالب الدوليه ويدعون روايات مختلفه من فتره الى اخرى يقولون هكذا ثم يفندون ثم يتحدثون عن راي اخر هذه هي اسرائيل هذه هي اسرائيل اللقيطه هذه هي الدولة التي وجدت قصرا في التاريخ على هذه الارض المباركة فلسطين. Uh, still regarding this violence, what can Palestine Authority, the PA, do to to uh, to prevent this kind of violence in the future? Number one, no. اولا هو الصمود والتصدي لهذه الغطرسة ولهذا الاسلوب الهمجي ال... الذي تقوم به هذه القوى الظالمه على هذه الارض هذا هي التحركات الاساسيه على الارض من ناحيه اخرى القياده الفلسطينيه تسعى جادا لتحرك دبلوماسي واسع لفضح هذه السياسه اللعينه التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين على هذه الارض نحن بلا شك نطالب بالحمايه الدوليه والتحرك الدولي لحمايه شعبنا جراء هذه السياسه التي تقوم بها اسرائيل لا يوجد امامنا خيار اخر سوى ان نستمر في المقاومه في الصمود في التصدي لهذا العدوان، هذه امكانيات القياده الفلسطينيه والشعب الفلسطيني على ارضه، لان هذا حق مكفول له بضمن القوانين وضمن مواثيق الشرعيه الدوليه التي اقرته له في الدفاع عن ارضه، عن ممتلكاته، عن حقه في تقرير المصير. نحن نبحث عن السلام ولكن ما هو السلام؟ السلام القائم على العدل اولا. واعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الكامله حتى يتسنى له ان يعيش بسلام بامن وامان اسوه بالمجتمع الدولي قاطبه. هذه الامكانيات التي يمكن ان نعمل من خلالها ان لم تكن هناك خطوات من قبل المجتمع الدولي في حمايه الشعب الفلسطيني هنا تكمن المصيبه ويستمر العدوان على الشعب الفلسطيني. Okay, His yes, Excellency, uh, every year uh, Palestine all over the world are commemorating Nakba day. What can you tell us about Nakba? يعني هي ماساه الشعب الفلسطيني والازمه الحقيقيه التي يعيشها الشعب الفلسطيني وربما تعيشها المنطقه باكملها بسبب هذا الظلم التاريخي الذي نتج عن وعد بالفور. بالفور الذي اعطى الزيونزم أز، هذه الحركه الصهيونيه الحق في اقامه وطن بديل على هذه الارض المباركه. هم كانوا يعيشون في اقطار مختلفه في هذا العالم ولهم جمهوريه يقال عنها انها قريبه من الاتحاد السوفيتي. سابقا ولكن هم ارادوا اخفاء هذه الحقيقه. اجت فكره النكبه على اثر هذا الوعد المشؤوم الذي منحته بريطانيا للاسف الى الحركه الصهيونيه لاقامه وطن لهم على هذه الارض. من هنا تعلمون جاء قرار التقسيم في عام 1948 ينص على دولتين على هذه الأرض إسرائيل كما تسمى 46% من هذا الأرض التاريخية الفلسطينية و44% للدولة الفلسطينية العربية ولكن قامت الحركة الصهيونية وقوات الهاجانة أيام مناحم بيجن والقيادة السابقة بالاعتداء على مناطق اضافيه من الارض الفلسطينيه وطرد اهاليها وتدمير القرى والمدن وما يسمى الان باللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا عن اوطانهم عن وطنهم الام فلسطين، فاستطاعوا ان يضيفوا 22% الى جانب 56% من الارض الفلسطينيه التاريخيه، في 78% تحت سيطرتهم الكامله. ما تبقى كما تعلمون ما حصل في فتره النكسه عام 67 عندما قامت اسرائيل باحتلال القدس الشرقيه والضفه الغربيه وقطاع غزه، والذي اصبحت فلسطين تحت الاحتلال الاسرائيلي، لذا النكبه هذا الحدث الحزين والظالم والمؤلم الذي بسببه رحل العديد من الشعب الفلسطيني الالاف والذين اصبحوا الان بالملايين يقيمون في لبنان وفي سوريا وفي الاردن ومناطق مختلفه من العالم حوالي سبعة ملايين نسمة فلسطينيين ما يسموا تحت قوسين اللاجئين الفلسطينيين في الشتات هذه المعاناة التي فرضت وهذا ما نحيي كل عام حيث مر علينا قبل أيام 74 عاما في 15 أيار 74 عاما على هذه الذكرى الأليمة الشعب الفلسطيني اريد ان اقول بهذه المناسبه، والذين رحلوا عن ديارهم وعن ممتلكاتهم، ما زالوا يحتفظون بالمفاتيح التي يعتقدون ان بيوتهم ما زالت قائمه رغم تدمير الاحتلال لها بالكامل، ولكن لدينا الامل ولدى شعبنا الامل بالعوده الى ارضه وممتلكاته. بناء على القرار الأممي الذي صدر عن الجمعية العامة واحد هذا القرار الذي يعطي الحق للشعب الفلسطيني بأن يعود إلى أرضه إلى ممتلكاته وإلى وطنه بالرغم من السياسة التي تنتهجها إسرائيل في عدم تطبيق هذا القرار الشعب الفلسطيني أخي مصمم ومصمم حتى النهايه للعوده الى ارضه ووطنه وممتلكاته، ولن يضيع حق طالما ان هناك مطالبين به. كانت تقول رئيسه وزراء اسرائيل جولدا مائير قالت جمله في الستينات ان الشعب الفلسطيني الكبار سيموتون والصغار سوف ينسون هذه القضية ولكن نحن نؤكد هنا ومن خلال هذا المنبر أن الجنرالات الجدد الذين يقاتلون على الأرض هم جيل ما ولد في الثمانينات ما ولد في التسعينات وما ولد في الألفين من هذا القرن لذلك هم الذين يدافعون وحاملوا الراية للدفاع عن هذه الارض وعن هذه المقدسات وهذا كان ما كان ينادي به زعيمنا الراحل ياسر عرفات رحمه الله The pain of Nakba day are still linger in the Palestinian people what make Palestinian keep strong in fighting Israel Already I have mentioned about that of course because we are having the right to fight for and to achieve our goals. And uh, our people are so strong, as you have mentioned, yeah. because this is a right. And once uh, you are having the right, no one can be defeating you. Yeah. And we will succeed. Yeah, yeah. Palestinian people are so re resilient. What, what makes them uh, so so strong uh, and Kam, together? Kam, it has mentioned in Quran. Hmm. It has mentioned in Quran clearly. In Nafiha قَوْمَ al Jabbarin. In قَوْمَ Kamal Jabbarin. Kamul Jabbarin, who is the people are so strong who are living in the ground of mm. that area, who are the Palestinian, who are fighting for the freedom. Mm. Yeah. Okay, uh, the United States Congresswoman Rashida Tlaib introduced Palestinian Nakba to the Congress. What do you think about that? Her move? Yani, awalan, ليس في الكونغرس الأمريكي فقط ولكن في كل برلمانات العالم تجد هناك أصوات تنادي برفع الظلم ومساندة ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله حتى تقرير المصير هذا هو المو... هذه هي المواقف التي نلمسها في إندونيسيا في جنوب أفريقيا في الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي وفي أمريكا تحديدا هناك أصوات كثيرة لا تؤيد إسرائيل ولا تقف مع إسرائيل في هذا الظلم وفي هذا الإجرام وفي هذا العداء والحقد التي تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني فهذا أمر طبيعي نحن نرحب وهذه جهود مباركة إن وجدت في البرلمان أو الكونغرس الأمريكي أو في أي ما أماكن في هذا العالم. Okay. Uh, the Israel Minister Avigdor Lieberman urged his government to boycott uh, PA President Mahmoud Abbas. Uh, what do you think about that uh, urge to boycott the Mahmoud Abbas from the Avigdor Lieberman? Yeah, يعني, uh, Lieberman هو اتى من روسيا انصحه بالعوده الى روسيا لانه لن يبقى لا ولا من اتى قبله او بعده على هذه الارض المباركه هو ليس صاحب الحق في ان يتكلم هكذا الرئيس الفلسطيني هو رئيس الشعب الفلسطيني اينما وجد هذا الشعب على ارضه وفي الشتات وهناك اجماع على رمزه وعلى شخصيته وعلى سيادته على هذا الشعب وعلى هذه الارض ليبرمان وكباقي الاشخاص في اسرائيل هم اعداء والعدو يمكن ان تتوقع منه اي ممارسه او اي سلوك هم يقتلون الاطفال يوميا هم يدمرون البيوت هم يعتقلون ويجتاحون القرى والاماكن فهل تعتقد ان هذا الحديث عن ليبرمان غريب؟ لا هذا هو العدو الصهيوني الذي يجب ان يعرفه الجميع ويعرف حقيقته كيف يمارس سلوكه ضد الشعب الفلسطيني وضد القياده الفلسطينيه ولكن نحن نتحدى والقياده الفلسطينيه تتحدى هذا السلوك وفي النهاية نحن المنتصرون. Okay, okay. Uh, regarding the shooting of Shiran Abu Akleh. Okay uh, that shooting shows that Israel never respect human life. Is Palestine planning to bring that issue to the international court? أولاً يعني هذه القضية التي حصلت مؤخراً ليست الأولى. وليست الاخيره. اسرائيل مارست وتمارس جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الاعزل. هذه الصحفيه هي لامعه بارزه ومراسله الجزيره ارادوا ان يسكتوا الكلمه ان يوقفوا كلمه الحق التي تقولها هذه السيده الشهيده رحمه الله، إلى العالم أجمع، شيرين أبو عاقلة دخلت كل بيت في فلسطين وفي العالم أجمع، ولذا أقول أنها فضحتهم في حياتها وفضحتهم في مماتها، على أثر السلوك الذي اتبعته السلطات حتى في الجنازه التي شاهدتموها جميعا نعم هناك اجراءات تتخذ لتسليم الملف الى الجنايات الدوليه وهذا قرار من سياده الاخ الرئيس والدبلوماسيه الفلسطينيه والنائب العام الفلسطيني والان هم يعدوا المراحل الاخيره من اجل رفع هذه القضيه للجنايه الدوليه ومحكمه لاهاي لتكون القضيه دوليه ولينظروا في هذا الاجرام الذي يمارس هناك كثيرا من المجازر التي ارتكبتها الحركه الصهيونيه والمستوطنون وشارون في صبرا وشتيله في جنين وغير جنين ولذلك آه ليس الامر يعني ان نقف مكتوفي الايدي، يجب ان نقاتل في كل مكان ونرفع صوتنا ونوصل الكلمه الى كل الجهات المسؤوله في هذا العالم. Uh, regarding our relationship, Indonesia and Palestine, uh, what do you think about Indonesia's continuous effort to support Palestine to achieve independence? احنا دون ان نتحدث بشكل دبلوماسي العلاقات التي تربطنا مع اندونيسيا علاقات طيبه وعلاقات يعني تصل الى مستوى مرموق على كافه المستويات الرسميه من الرئاسه الى الدبلوماسيه الى البرلمان والى الحكومات ولذا أقول إحنا سعداء في هذا التواصل وفي هذا التعاون إندونيسيا بلد هام بلد له كلمة مسموعة في الوسط الإسلامي وفي المجتمع الدولي يستطيع أن يؤثر يستطيع أن يلعب دورا هاما من أجل إبقاء القضية الفلسطينية على أولويات وسلم اولويات المجتمع الدولي، لانها القضيه الوحيده التي ما زالت دون حل، وان لم ترى بعد النور اسوه بالاسره الدوليه، لذلك اندونيسيا وكلمتها مسموعه، نحن نعول عليها كثيرا على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي والمنظمات الاسلاميه وغيرها. Still regarding this issue, uh, what do you think Indonesia should do, should do more to support Palestine in the future? What area should be more focused by Indonesia? Uh, can you give some suggestion? You know, I, I, in the Indonesia has a lot of things that are تستطيع أن تؤثر أولا في المجال السياسي والدبلوماسية هذا الدعم المتواصل المستمر يبقي هذه القضية حية في أوساط المجتمعات في العالم هل الدعم الذي يمكن أن يؤثر إلى الوصول إلى استقلال فلسطين هو بناء المؤسسات في فلسطين ومساعدة هذه اللجان للوصول إلى أرقى مستوى في بناء أسس الدولة الفلسطينية. نحن نريد من اندونيسيا إبقاء الدعم متواصل في المجالات المختلفة السياسية، الاقتصادية، المالية والمجالات المختلفة التي تساهم في جعل القضية الفلسطينية دائما يعني متفاعلة وصولا إلى السيادة وتركيز أسس الدولة بشكل جيد. Okay. Ah, thank you, Mr. Ambassador, uh, it's enough. Uh, thank you very much for this uh, interview. <laughs> thanks for all of you once again. Yeah. and uh, إن شاء الله. We will be always in, uh, developing items and any development for the situation in Palestine yeah. to keep you in touch and yeah. to give you any more ideas and more information okay. about the situation. Okay. Indonesia is always behind Palestine. Yeah. Indonesia is a uh, partner with us and, uh, you know, uh, we can say that one family, yeah. one feelings yeah. and one outlook for the yes. freedom. Mm. Indonesia was suffering due to the, uh, till they will reach the independence. Uh, and now uh, they are looking for that, that Palestine, it should be free mm. and should be independent uh, with, uh, I mean, capital of Jerusalem. Jerusalem is deadline for all Muslims, mm. especially even Indonesia, as I'm hearing and seeing. Most of activities from religious, uh, either Muslims or Christians, looking for that. So anyhow, I may thanks again yeah. for all of you yeah, yeah. and for your TV. Yeah, and looking to see you always in this image. Okay, thank you, thank you very much. Medcom.ID, a part of Media Group Network.